الحقيقه الاهلي عنده الفتره اللي جايه الكثير والكثير من التحديات والكره الكره المصريه عندها الكثير والكثير من التحديات لكن انا هبدا لا بالاهلي ولا بالكره المصريه انا هبدا بتهنئه خاصه للكره السودانيه وللشعب السوداني الشقيق السودان اليوم يتاهل الى نهائيات الامم الافريقيه لاول مره من عشر سنوات تقريبا السودان الحقيقه اللي بيعاني من مشاكل ومن ازمات ومن انقسامات يا رب ان شاء الله تخلص على خير ويعود السودان الجميل الرائع الاخضر اللي الناس كلها بتحبه وطيبه الزول الزول السوداني الجميل هذا الشعب الطيب هذا الشعب اللي يعني العلاقه اللي بينه وبيننا مصاهره ونسب ونيل وكل حاجه جميله يعود السودان قريبا باذن الله كما كان واجمل مما كان دائما وابدا الرياضه وخصوصا كره القدم قادره على رسم الابتسامه في ظل الظروف الصعبه والحزينه اليوم المنتخب السوداني يرسم الابتسامه على وجوه السودانيين يلعب خارج ملعبه بيلعب في تصفيات صعبه جدا ما عندوش ملعب يتمرن عليه ما عندوش آه آه مكان بيلعب فيه ماتشاته داخل بلده فيضطر الى الذهاب الى ليبيا الشقيقه ايضا التي تحتضنه بكل قلبها وكل وجدانها ومن قبل مصر ومن بعد كل الدول العربيه لكن الاهم ان يكون في ملعبه في وسط ابنائه. السودان يتعادل اليوم مع انجولا ويصعد الى نهائيات الامم الافريقيه وسط كل هذا الظلام باقه طاقه من الضوء من النور للسودانيين ألف مبروك للمنتخب السوداني الشقيق وألف مبروك لإخواتنا السودانيين في كل مكان وإن شاء الله بإذن الله القادم أفضل بالمناسبة المنتخب السوداني من ضمن المنتخبات المرشحة أن يكون أفضل فريق في إفريقيا أو أفضل منتخب في إفريقيا وده ناتج عن نتائجه في القارة الإفريقية قدامكم هتشوفوا المنتخب السوداني عامل ايه في تصفيات افريقيا حتى هذه اللحظه متصدر على حساب المنتخب السنغالي وعامل نتائج رائعه المهمه صعبه ولكنها ليست مستحيله واول الغيث كان قطره بتاهل المنتخب السوداني لنهائيات الامم الافريقيه الف مبروك لكل الاخوه الاعزاء السودانيين الحاجه الثانيه الحقيقه اللي عايز اتكلم عليها تحديات الاهلي المقبله الاهلي مقبل على تحديات شديدة وكبيرة وهامة جدا الأهلي عنده تحديات البطولة الإفريقية تحديات الحفاظ على اللقب تحديات الدوري وتحديات الحفاظ على اللقب تحديات لعبته اللي موجودة في المنتخب الأول تحديات في المباريات القادمة الكثيرة جدا جدا للأمانة عشان أكون منصف أنه جدول الدوري أصبح مريح بعد ما كنت بتلعب يومين والثالث مباراة يومين والثالث مباراة النهاردة بقى الأمر أحسن بكتير وبقت الامور افضل بكتير بعد النظام الجديد اللي اتعمل لكره القدم المصريه او لدوري كره القدم المصري الامر الثالث وهو انتخابات اتحاد الكرة ما زلت مصمم ان قدامنا فرصه العمر لاصلاح مسيره الكره المصريه ما في حد بقاله اكتر من 10 الى 15 سنه عمال يشتكي من سوء النظام ومن سوء التدريب ومن سوء اللوائح ومن سوء الانضباط ومن سوء ال... القرارات وحاجات كتيره جدا اصبح لدينا امل ان تعود الكره المصريه الى سابق عهدها في انتصاراتها في نظامها حتى لو ما بتحققش انتصارات لكن حقق على ارض الواقع انجازات والانجازات بتكون في وضع نظام جيد ولوائح جيده وقوانين جيده تضمن الالتزام والانضباط لكره القدم المصريه اول ما هتعمل ده النتائج هتيجي واحده تلو الاخرى لانه احنا عندنا الحقيقه مقدمات سيئه جدا الان موجوده في كره القدم المصريه باستثناء المنتخب الاول وربنا يبارك له حسام حسن اللي ماشي في سكته لم يخسر ولن يخسر باذن الله وبدا بالدفع بوجوه كثيره جديده وكلنا بنسنده وبنقول له ربنا معاك وشد حيلك وخليك في سكتك ان شاء الله يكون في توفيق اكتر ويكون في نجاحات اكتر باذن الله لكنه اتحاد كرة القدم المصري القادم برئاسة المهندس هنا بريدة لديه تحديات كبيرة وأول هذه التحديات هو تنظيف المطبخ تاني اهو ان مطبخك يبقى نظيف تكون ريحته حلوة انت لما بتشم الاكل كده من على بعيد من عن بعيد كده تقول الله الريحة الحلوة دي انا نفسي اتفتحت لكن دا لو داخل مكان ريحته وحشة لو عنده اجمل واحلى الاكلات والله ما هيطيق ياكل والله ما هيطيق ياكل الريحه فالمقدمات هي اللي بتوصل للنهايات اتمنى اني ضيعتها